بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في محاضرة جديدة من محاضرات علم الكيمياء العضوية الحيوية، وأستكمل الحديث معكم اليوم عن أنواع الأيزومرات المجسمة اللي سميناها الستيريو أيزومرز. وأعيد الحديث مرة أخرى أو التأكيد مرة أخرى على أن الستيريو أيزومرز ممكن نقسمها إلى نوعين: نوع نسميه الأوبتيكال أيزومرز، الأيزومرات البصرية والأيزومرات الضوئية، والنوع اللي سميناه الأيزومرات الهندسية جيومتريك أيزومرز. يعني الأيزومرات الهندسية ممكن نحطها كعنوان منفصل لحالها لوحدها، وممكن أن نعتبر السيز وترانس والزد والإي، هذه الأنواع اللي أشرنا لها في محاضرة سابقة، أن نعتبرها جزء من الأيزومرات المجسمة. بالنسبة للأيزومرات المجسمة الأوبتيكال أيزومرز، راح نعرف من عندها ثلاث أنواع أساسية اعتمادا على نوع العلاقة المرآتية اللي أيضا أشرنا لها في محاضرة سابقة. هذه صور توضيحية للأيزومرات الهندسية جيومتريك أيزومر، وهذا النوع الأول اللي قرأنا عنه أو شرحنا، اللي هو يتكون بعد أن تصبح لدي ذرة كربون كيرالية واحدة أو أكثر في المركب، واللي عرفناها على أنها الذرة التي ترتبط عبر أربعة روابط تساهمية منفردة بأربع ذرات أو مجاميع أو ذرات ومجاميع مختلفة. هذه هي هذا النوع الأول اللي سميناه الأيزومرات الأنداد أو الإننتومرز، اللي مثلناهم أو شبهناهم جسم وصورته المرآتية غير المنطبقة. فالعلاقة الأولى بين الموديل أو الجسم الأول وموديل الصورة المرآتية هي علاقة عدم انطباق. فإذا كان الجسم وصورته المرآتية غير منطبقين على بعضهم البعض، يصبح الأيزومر أو نوع الأيزومرية هنا نسميها بالإننتومرز أو الأنداد. هذا نوع أخرى من المركبات، تلاحظون هذا الجسم وصورته المرآتية، ونلاحظ أنه إحنا أي كانت حركة الدوران اللي نجريها على المركبين، هذا وهذا يعني الجسم وصورته المرآتية، فإنهم يستحيل أن ينطبقون، ولابد أن تبقى عندي مجموعة أو مجموعتين تتجهان اتجاها مختلفا في الفضاء. وهذه ما نسميها أو يعني هذا النوع من الأيزومرات، وكرر القول، نسميهم الأنداد أو الإننتومرز. في الكثير من التفاعلات الحيوية التي تحصل في النباتات أو في أجسامنا في أجسام الكائنات الحية الأخرى، يحصل عادة أن تتكون هذا الأيزومر وهذا الأيزومر، هذول المركبين الأيزومرين، هذول الأنداد، هذول الإننتومرز، يتكونون بكمية متساوية. فعندما يكونون متكونين بكمية متساوية فيطلق عليهم المزيج أو التعديل الراسمي، راسميك موديفيكيشن. ولما تكون كميتهم متساوية معناتها أن التدوير الضوئي لهما أو الفعالية البصرية لهما تصبح مساوية لصفر، لأن أحدهما يدور بقيمة معينة موجبة والآخر يدور بنفس القيمة لكن باتجاه معاكس، فيصبح محصلة التدوير البصري أو الفعالية البصرية التي سأتكلم عنها أيضا اليوم في هذه المحاضرة وأوضح ماذا تعني، ستصبح في المزيج الراسمي ستصبح مساوية إلى الصفر. العلاقة الثانية من علاقة الجسم وصورة المرآتية نسميها الأيزومرات اللي تتكون منها نسميها بالميزو كومباوند أو الميزو ستركتشر، تركيب الميزو. تركيب الميزو هو مركب فيه أكثر، يعني هذا عبارة عن مركب فيه أكثر من موقع كيرالي، هذا موقع اللي سميناه S وهذا الموقع اللي سميناه R. هذا المركب الآن إذا وضعناه أمام المرآة ستتكون له صورة مرآتية. إذا عملنا موديل لهذا المركب الأول وموديل للصورة المرآتية، فإن تدويرهما بزاوية 180 درجة يؤدي إلى انطباق. يعني هنا ما عندي أيزومرية في حالة الميزو، رغم وجود ذرات كربون كيرالية لا يوجد لديه ميزو، والسبب إنه هذا الموديل وهذا الموديل ينطبقون على بعضهم البعض. وإحدى وسائل تعرف على تركيب الميزو، إذا كان لدي تركيب ميزو، إحدى وسائل التعرف عليه هو أن نرسم مستوي في منتصف الجزيئة، هذه الخطوط الحمراء. إذا رسمنا مستوي في منتصف الجزيئة فإن هذا المستوي يقسم الجزيئة إلى نصفين،
نصف اعلى ونصف اسفل متطابقين تماما. لاحظوا هاي السي اتش 3 والاو اتش هنا وهاي السي اتش 3 والاو اتش هنا، هذول يعني جزئين متطابقين تماما، وكذلك هؤلاء الجزئين متطابقين تماما. واحدى وسائل تعرفنا على التركيب الميزو هو ان تكون المجاميع النهائية او في بداية ونهاية التركيب هنا سي اتش 3 وهنا سي اتش 3، هنا فينيل هنا فينيل، اي مجموعتين اذا كانت المجاميع اللي في الاخير متشابهة، يعني الاولى والاخيرة متشابهة، والمجاميع اللي موجودة هنا على المركب هنا او اتش هنا او اتش هنا، اذا كان سي ال سي ال او بي ار بي ار، يكون المركب ميزو، تركيب ميزو. وتركيب الميزو هذا يكون عديم الفعالية البصرية، لانه الفعاليه اللي تحدثها هاي ذره الكربون الكيراليه اللي هي اس، تلغيها ذره الكربون الثانيه اللي هي ار، الاتجاه مالتها ار. الان هذه الصوره توضح الانواع الاربعه من الايزومرات المجسمه، الانواع الاربعه من الايزومرات المجسمه. هذا المركب اللي هو التارتريك اسيد، حمض التارتريك ومن النوع دي، وهذا الايزومر مالته ال. لكن اللي اريد اقول هنا انه هذا التركيب، هذا التركيب الدي وهذا التركيب ال ال، هذا العائله دي وهذه العائله ال، هذول نعتبرهم انانتومر، هذول الاثنين نعتبرهم انانتومر. في حين هذا التركيب اللي هو ال وهذا التركيب اللي هو ميزو نعتبرهم دايستيريومر. كذلك بامكاني ان اقول انه هذا الدي، التركيب دي او الايزومر دي، هذا الايزومر هو بمثابه دايستيريومر، والدايستيريومرات هي العلاقه الثالثه، العلاقه المرآتيه الثالثه لهذا النوع من الايزومرات، والتي تعني انه هذا الجسم هو ليس صوره مرآتيه لهذا، يعني هذا الدي هو ليس صوره مرآتيه للميزو، او هذا الميزو ليس صوره مرآتيه للال. فاذا هذا الدايستيريومر هي النوع الثالث، قلنا الانتومر النوع الاول اللي هي الانداد، والميزو هو النوع الثاني، التركيب الميزو، والنوع الثالث هذا اللي نسميه دايستيريومر، اللي هم الجسميين او المركبين ليس بينهما علاقه مرآتيه، يعني مو واحد عكس الثاني، ونسميهم الاضداد، باللغه العربيه ترجمناهم الى الاضداد. اذا هذه الانواع الثلاثه من الايزومرات المجسمه، الايزومرات اللي نسميها الانتومر، واللي هي تتكون اذا كان عندي ذره كربون كيراليه واحده او اكثر، في حين الميزو والدايستيريومر لا يتكونون الا بعد ان يكون لدي موقعين كيراليه، ذرتين كربون كيراليه او اكثر. اذا اكرر القول ان العلاقات المرآتيه اذا كان عندي جسم وصورته المرآتيه غير المنطبقه فالايزومرات هي انتومر، إذا كان جسم وصورة مرآتية منطبقة فهم ميزو، أما إذا كانوا لم ليسوا صورة مرآتية فالنوع اللي يتكون نطلق عليه اسم الدايستيريومر أو الأضداد باللغة العربية. هذه نموذج لسكريات، من السكريات اللي نسميها سكريات خماسية، والتي تتكون بشكل طبيعي في النباتات، وقسم من عندها مثل الرايبوز يتكون بداخل أجسامنا. لاحظوا هذه السكريات تعتبر بمثابة ايزومرات مجسمة من النوع D ومن النوع L ومن النوع S و R. لا استطيع الدخول في هذه التفاصيل هنا، ممكن ان ناخذها في محاضرة اخرى، تسمية S و R للمواقع الكيرالية. لكن اردت ان اقول الناس اللي يهتمون في الكيمياء المجسمة يجب ان يهتمون في الكيمياء المجسمة للسكريات والكيمياء المجسمة لمركبات عضوية أخرى، لأنه هذه الكيمياء المجسمة إذا كان المركب دي ال انتومر دايستيريومر ميزو هي التي تحدد طبيعة الوظيفة التي يشتغلها في داخل جسمنا أو في أي عملية حياتية أو صناعية أخرى. هذه سكريات أخرى، عفوا، هذا نموذجين لأحماض أمينية، أيضا هنا الانترست والاهتمام للناس الذين يدرسون الكيمياء الحيوية يجب أن يعرفون على أن الأحماض الأمينية، الأمينو أسيد اللي هي أساس في تكوين البيبتيدات والبروتينات والأنزيمات، هي أيضا مركبات لها
تصنيف مركب ايزومرات مجسمه وتسمى بالدي والال، وعندي المعروف الاحماض الامينيه الاكثر شهره والاكثر وجودا في النظام الحيوي وفعاليه حيويه هي الال عكس السكريات. السكريات الدي هي السائده في الاحماض الامينيه، الال هي التي تكون سائده، وهذه هي عباره عن انتومر، نستطيع ان نعتبرهم انتومر، جسم وصورته المرئيه غير المنطبقه. ولاحظوا هذا الجزء الكاربوكسيلي، هذا الجزء الحامض الكاربوكسيلي الكرات الحمراء معكوس هنا في الصوره الثانيه او في الموديل الثاني، ولذلك هم ذولا عباره عن جسم وصورته المرئيه غير المنطبقه، يعني انداد او انتومرز. فكرة سريعة عن التسمية R و S، هذه ذرة الكربون الكيرالية وتترتب المجاميع المختلفة الأربعة حوالين ذرة الكربون الكيرالية، فإذا كانت هذه المجموعة رقم واحد هي المجموعة الأكبر، تليها رقم اثنين المجموعة يعني أقل من عندها، ورقم ثلاثة أقل، ورقم أربعة هي الأصغر. فإذا الآن إذا أنتقل ببصري بنظري من واحد إلى اثنين إلى ثلاثة إلى أربعة، فأنا أنتقل باتجاه عقرب الساعة، وهذا الانتقال أو هذا الكونفيجريشن، هذه الوضعية اللي تأخذها ذرة الكربون الكيرالية اللي يصير بها الانتقال من الأكبر إلى الأدنى إلى الأدنى في الوزن الذري في الوزن الجزيئي للمجاميع، هذه هي اللي تعطيني الوضعية أو الكونفيجريشن R اللي هي عكس الكونفرميشن. هذه الكونفيجريشن لا تنكسر لا تدور لا تتغير الا بتفاعلات كيميائيه، عكس الكونفرميشن اللي قلنا تحصل يحصل فيها الدوران بشكل حر حوالين الرابطه كربون كربون المنفرده. لاحظوا هذا المعكوس، المعكوس الاول، اذا كان الانتقال من الاعلى الى الاقل الى الاقل الى الاقل, إلى الأقل باتجاه هذا السهم يعني عكس عقرب الساعة، فإن الكونفيجريشن أو الوضعية هنا تسمى في الاس. فذرات الكربون الكيرالية أما تتخذ الوضعية R الكونفيجريشن R أو تتخذ الوضعية S الكونفيجريشن S. المركبات المجسمة الأيزومرات المجسمة النقية تمتاز بأن لها خاصية فيزيائية تعرف بالفعالية البصرية. هذا الجهاز أو مخطط لهذا الجهاز، مخطط بسيط للجهاز اللي راح أيضا أو ممكن يعني هذا أجزاء للجهاز الآن هو يعني أجهزة ديجيتال موجودة اللي هو جهاز البولاريميتر، جهاز قياس الفعالية البصرية التي تظهرها المركبات الكيرالية البصرية الضوئية النقية، ولذلك سميناها بصرية أو ضوئية. هذا ضوء اعتيادي، الجزء الأول من الجهاز هو عبارة عن ضوء صوديوم، يعني هذا اللمبة الصوديوم صوديوم لامب تنطيني ضوء الاعتيادي. الضوء الاعتيادي ميزته أنه يسري في كل الاتجاهات. تعريف الضوء الاعتيادي على أنه الضوء الذي يسري في كل الاتجاهات، نمررها على موشور البولارايزنج فلتر موشور بريزم، عندما يمر الضوء الاعتيادي بالاتجاهات المتعددة على الموشور تتوحد هذه الاتجاهات باتجاه واحد ويصبح يسمى بالضوء المستقطب plane polarized light. الآن هذا الضوء المستقطب نسقط على هذه الخلية التي يحتوي فيها نموذج المادة لنعرف هل المادة فعالة بصريا أم ليست فعالة بصريا. إذا حصل تدوير للضوء المستقطب الساقط على هذه الخلية فالمادة فعالة بصريا، وإذا لم يحصل تدوير فالمادة ليست فعالة بصريا. والأجهزة البسيطة هذه عين ينظر إلى الجهاز من هذه العين، فإذا مرت الإضاءة كاملة إلى العين فالمادة ليست فعالة بصريا. أما إذا لم تمر يعني بعد مرور الضوء على العينة أصبحت هنا الرؤية معتمة، فمعناته أن المادة غيرت اتجاه يعني معناها فعالة بصريا بنتيجة أنها دورت مستوى الضوء المستقطب. التعتيم هنا يحصل عندما يحصل تدوير لمستوى الضوء المستقطب، وإذا حصل هذا التدوير معناته المادة فعالة بصريا. حساب الفعالية البصرية هذه
ممكن ان يتم رياضيا هذه الالفا دي، يسموها يعني نسميها بالكيمياء الالفا دي، هذه الالفا بين قوسين اللي هي نسميها السبيسيفيك روتيشن، الفعاليه البصريه او التدوير النوعي يساوي هذه الالفا هي حاصل التدوير او زاويه التدوير التي يسجلها لنا الجهاز. الالفا هذه هي حاصل التدوير او زاويه التدوير اللي يسجلها لنا الجهاز مقسومه على سي اللي هي التركيز او الكثافه النوعيه، اذا كان محلول فنستخدم له التركيز، واذا كان سائل نستخدم له الكثافه النوعيه مضروبه في ال اللي هي طول الخليه التي يوضع فيها العينه او النموذج. اذا التدوير الضوئي او التدوير البصري او الفعاليه البصريه او السبيسيفيك روتيشن هذه هي حاصل التدوير الضوئي مقسوم على تركيز النموذج مضروب في طول العينه او طول طول الخليه التي يوضع فيها الانبوب الذي يوضع فيه النموذج ويوضع في جهاز القياس اللي هو جهاز البولاري ميتر. أرجو أن أكون قد استعرضت معكم نقاط أساسية تحتاج إلى ساعات طويلة من الشرح والمراجعة، لكن عشمي وعزائي نحن سنضطر للرجوع لها عندما نتكلم عن مركبات عضوية أخرى بالتفصيل، أو عن مركبات حيوية أخرى، عضوية حيوية أخرى كالسكريات والأحماض الأمينية. سنضطر للعودة إلى هذه الخاصية، ونضطر للحديث عن الإننتومرز والدايستيريومرز والميزو ستركتشر، الأنداد الأضداد وتراكيب الميزو. سنضطر للعودة لها عندما نتحدث في الكيمياء الحيوية عن المركبات ذات الفعالية الحيوية كالسكريات والأحماض الأمينية وغيرها. تحياتي لكم، وأرجو أن تكون المحاضرة مفيدة لطلاب العضوية وطلاب الحيوية في آن واحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.